بزاف. وعنده واحد 25 وحده. لا ترز اليوم رانا جينا زياره وقعت حفلات هذه في اطار الايام الوطنيه للاعلام والتخصيص صائبه 2023 بشعار التسمات الغذائيه قضيه الجميع. ملي انتوكسيكاسيون تعرف يجي الصيف يجي السخانه. احنا اليوم هذه الحمله نطلق اول جوان الى غايه 31 اوت. عقاب السجائر كان هنا تاع التدخين تسمى هذه يدل على تدخين العمال اثناء التحضير، هذا ممنوع، حنا ما نقدرش نقول واحد بطل الدخان لكن نقول له التدخين خير شقاء، يحب يخرج برا يدخن السيجاره تاعه ولا يدير ويرجع، البيض نجبدوا لا كونتيتي اللي نخدموا به، 20 نوفمبر هذا في درجه حراره يقول لك البيض في قشوره 6 درجه مئويه. حنا في اطار هذا العمل عندنا النقائص اللي نقدروا نلاحظوهم على سبيل المثال، حنا نقول لك هنا في قاعه التحضير شروط النظافه والنظافه الصحيه هذا امر ضروري. سي بون. يقول لك يحفظ بين 2 و6 درجة مئوية. حنا كي ندوها معروف خارج الثلاجة باش تعمل مقياس درجة الحرارة. الأشعة تحت الحمراء كما راك تشوف. عطانا 20. إكسبير لو 22. هنايا لو بروديكتور يكتب لك كونسيرفي و 3 بليس 4. تسمى المنتج راهو مبري ذمته كما نقولوا. حاجه فيكسي حاجه فيكسي كيما الفورنو كيما الفور ما يتحرك كان الفور ما يروح ما يجي يروح ما يجي فيكسي هذا راه منتهي الصلاحيه راك معايا كاين حتى اللي قال لك انا والله ما نعلم باللي هذا التويو تاع الكاز يتبيريما هاك تشوف فيه رومبلاسي اون 2021 واش معناه كي نذكر لك غير لاني غير السنه معناها اول جونفي 2021 راه منتهي صلاحيه 21 22 ورانا قريب نكملوا 23 عامين وشي هذه بلغوهم اللغه الروز هذا الابيض 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 22 22 اه والعدس الاحمر هذا العدس الاحمر العدس الاحمر 29 العدس هذا ماناش فاهمين خلاص العدس العدس هذا اللي عندك انت انت كل نهار تشريه ولا لا كونتيتي اللي شريتها النهار الاول هذه عندها واحد سمانه ولا منين شريتها سمانه كل يوم تبيعها بري انت عندك عرض المنتوجات هذيك محطوطه خارج المحل عندك البيض خارج الثلاجه ومنتوجات سريعه تلف كيما الجبن ولا الياورت خارج الثلاجه عندك مرطبات الملفاي نفس الشيء خارج الثلاجه واصلا ما عندكش الحق انك تبيعها عندك عدم الفصل بين منتوجات غذائيه وغير غذائيه اذا يجينا المعني المقر المديريه لادات يجي غدوه ان شاء الله مدير التجاره مرحبا رانا في زياره عمل دوريه اصلي ما كانش اصلي هذا من طار هذا في الفرن شوف درك المطلوب المنتوجات كي تعود سومي بريباري ولا نغطيوها بيان سير ها نخليها انا واش ندير نخليها 24 وعلى بالك راه ما كدير اسمها اسمها 6 هادو مخدومين جو طابل كي يكمل نحيو منه الاخر ياكل حتى الكليون كليون في الاصل يكمل ياكل يكسرو الكليون نورمالمون يكمل ياكل يكسر المطرق حنا هذا لو كان نخليوه نعاودو نستعملوه راهو خطا في اطار الايام الوطنيه للاعلام والتحسيس المبرمجة من طرف وزارة التجارة في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت 2023 تحت شعار التسممات الغذائية قضية الجميع قامت مصالحنا اليوم بخرجة ميدانية لفائت مختلف الأنشطة التي تتعلق بموضوع الوقاية من التسممات الغذائية والمتمثلة في يعني عموما قاعات الحفلات المطاعم الإطعام السريع وبالإضافة إلى ذلك محلات التجارة بالتجزئة التغذية العامة حيث تم تقديم جملة من النصائح لفائت عمال المطاعم وعمال ومسيري قاعات الحفلات بالإضافة إلى معاينة محلات التجارة والتسوية التغذية العامة للتأكد من مدى عرض المنتوجات لا سيما سريع التلف منها كالحليب مشتقاته البيض المرطبات وما إلى ذلك في إطار الوقاية من التسممات الغذائية إضافة لهذه العملية تخللتها زيارة إلى نقطة بيع الحبوب الجافة والبقوليات للتأكد من مدى توفر هذه المنتوجات على مستوى الوحدة هذه اللي تابعة للديوان الوطني للحبوب